سلام اخواتي، اهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. في هذا الفيديو ان شاء الله راني جيت نخدم معاكم واحد الفكره هكا يعني بسيطه. يعني عندي واحد الاشياء يعني خممت اني نخدم بها ديكور. كما شفتوا يعني انا نحب نخدم هذوك لي ديكور تاع الورد، وكما شفتوا يعني في الفيديوهات اللي سبقوا. واش عندي؟ عندي هاد يعني هادو البلارات، يعني كنت ماشي تاعي، هما تاع جوزتي، كانت مستعملتهم في المطبخ. هادوك اللي يجيو تاع الزجاج تاع الملح حتى لي زيبيس، كانت عندها لا سيري كامله، سما من الكبار للصغار. هادو يعني فزدوا لها، تكسروا لها، بقاو يعني غير هادو الزوج. يعني نهار كانت نفضت الكوزينه وهذا، كانت حترميهم، قلت لها ما ترميهم، مش مديهم لي. يعني جاتني فكره هكا اني نخدم بهم دي فاز هكا. واش راح نحتاج؟ كما قلت لكم هادو الزوج تاع لي بيس هادو. وعندي هنايا كيما تحبي، يعني تقدري تستعملي السيمه البيضاء ولا الجبس. وعندي يعني الماء كما راكم تشوفوا، وعندي هذا الورد، هذا الورد كما راكم تشوفوا فيه، هذا هو اللي راح نخدم به يعني المزهريه تاعي. يعني انا حنخدم كما قلت لكم يعني شغل مزهريه، راح تشوفوا معايا يعني الطريقه كيفاش راح نخدم. To breathe, to find a way, a way to throw these things away. You gotta think about these days, about these days. Get on your knees and start to pray. Give a smile to everybody.
to breathe, to find a way, a way to through these things away. You gotta think about these things, about these things. Get on your knees and start to pray. فوالا راني كملت المزهريه تاعي، شوفوا كيفاش خرجوا معايا. والله خرجوا بزاف بزاف شابين، انا عجبوني بزاف. يعني شوفوا حاجه بسيطه خلاص، والله ما داوش يعني ما داوش في يدي بون بربع ساعه ولا، يعني كملتها حاجه بسيطه خلاص كما راكم تشوفوا. يعني هذه يعني فكره هكا، يعني ماشي اي حاجه في الدار ما نسحقوهاش ولا، يعني هكا نشوفوا معاها، يعني بالك كش ما نفكر فيها بالك هكا، يعني ماشي اي حاجه نرميوها. والله يعني هادو عبره، يعني ماشي اي حاجه نرميوها والصوره تعبر عن نفسها. شوفوا كيفاش خرجوا، يعني زوج مزهريات ما شاء الله. شوفوا كيفاش، شوفوا زي ما جاوا باهين، والله انا عجبوني. يعني شوفوا شتو ديماش، هذه الاولى اللي خدمتها معاكم، وهذه الثانيه خدمتها بنفس الطريقه. هاي ليكم كيفاش شتو، حاجه سهله خلاص خلاص، ما تكلفكمش. يعني قلت لكم لا الوقت ولا الجهد ولا المكونات. يعني فوالا كما قلت لكم، هذا الورد انا كان عندي يعني في الدار تاع كما قلت لكم تاع لي بوكي هذوك تاعنا، يعني اللي بيقول لي بوكي تاع بكري هذوك كرهنا منهم، لعبتي نحي عليه الورد ويبدل شويه. وهادو كانوا تاع جوزتي كما قلت لكم تاع لي زيبيس. هذا مبقى لها منهم هاد الزوج، شوفوا كيفاش رجعتهم، ها رجعوا زوج مزهريات ما شاء الله. انا واحده راح نحكمها وواحده راح نمدها لعجوزتي كادو، ما تحطها هي ثاني في الكوزينه ولا، يعني نورمالمون هادو تاع الكوزينه، انا راح نحكم واحده يعني ونحط نخليها يعني لهنا فوق لا طابل، وواحده نمدها لعجوزتي. ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره، وكما قلت لكم يعني تقدروا تخدموها يعني باشياء بسيطه خلاص. فوالا تخلوا لي في رواحكم، وما تنسوا الجام وابوني للقناة، وانتظروني في الجديد كما العادة.